هذا وأكد السيد محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أهمية هذه الاجتماعات، مبينا أن لجان المجلس تدرس كافة الاقتراحات والمشاريع لمعرفة جدوى القوانين، وبالتالي فإن عملها متواصل ويتطلب وقتا كافيا. مثل هذه الاجتماعات مهمة جدا، عمل مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء ترفع له تقارير فيما يتعلق ب الاقتراحات بقوانين مقدمة من السادة النواب أو أعضاء مجلس الشورى، وأيضا المشاريع بالقوانين اللي محولة من الحكومة. فتدرس اللجان أول شيء هذه الاقتراحات أو المشاريع، وتجلس مع الجهات المختصة وتعمل عليها دراسات أيضا مقارنة بينها وبين الدول المجاورة أو حتى بعض الدول الغربية، حتى نرى جدوى يعني هذا القانون. تعرف القوانين لا يمكن أن تفرض الآن قانون يستمر سنة واحدة مثلا وبعد سنة تقول لا والله هذا القانون ما في منه جدوى وألغيه. فالقوانين يكون لها عمر المفترض وهي تخدم على سنوات طويلة، لذلك عمل لجان يكون طويل في الاقتراحات القوانين ومشروعات القوانين.